شي ان ديامون بروت الحجره الحجره خصها تكون بون كاليتي وكبيره. اوكي انت تي ديجا في اون افير دو ديامون جامي جامي سي لا بروميير سي بور سا راني مانيش حاب نغلط في لا بروميير اوبيراسيون. بدا بشي حاجه ديال 10 الله يرضي عليك سمعتيني بدا تشوفو ابروندر قال لك لا لا تضع البيض كله في سله واحده ما تريسكيش بالفلوس ديال كلها وكون خلصوا لك البي والاوتيل وكل شو تي نو رجوان لابا ديجا انا هاي نيت فيزا انا خصني الفيزا لانه كانوا يعطوها في المطار فيزا اون سيل جورني ها جو تو في لو فيزا دوما تو را لو فيزا سي سي با اجوردي واش غنقول لك سي تي بزوان دو موا نقدر نمشي معاك خلاص تدي تا كوميسيون تاعك وانتوك لا لمبا فهمتيني بغيتي نعطيك دي كونساي انايا تمشي تشري راه نوريك علاش تشري ما يشمتوك ما والو يعني بحالي لا معاك اوكي خلاص نعطيك لا كوميسيون تاعك محفوظه خويا باش انا ما تعرفناش بصح بربي ان شاء الله ما تحيش ان شاء الله هادي داكور هاديك ديال 11 انا الا ساعفتيني سولوا عليها قولي بشحال وهما راح نتاوى معاهم قبل ما تمشي عندهم الا مشيتي عندهم راه يزير معاك في البريك فهمتيني ما انا ما قادر نروح ونرجع ما نشريش عادي خلاص المهم شوف حال هذيك الا لقيتي شي وحده كبر منها ولكن تكون بحالها لان هذيك عجبتني في لاكاليتي كيف قلت لك انا بوغ اشتي ان ديامون بغيت il faut deux choses il faut une bonne qualité une grande pierre et une bonne qualité si la pierre est bonne qualité mais petite ça marche pas si elle est grande mais mauvaise qualité ça marche pas فهمتيني ولا ما فهمتينيش j'ai compris ne vise pas seulement la الحجم ماشي تشوف لي غير الحجم le volume voilà fait 35 carats c'est bien non c'est pas suffisant انا ديغنيغمون انا نقول لك واحد الحاجه انا صافي تقريبا شي 2 زوم مشيت شفري سيرا ليون في ريطان ما ديغنيغ فوا كنت في ريطان في افريك و ما شفتهمش انا كيبيعوا هذاك لو ديامون ديال الشينوا مي انا هادشي اللي كنشوف في الفيسبوك سان في بور في الفيسبوك عرفتي شحال تنشوفهم كيبقاو كيعرضوا هذاك لو ديامون دو شينوا خصك تشوفو باش تعرفوا لانه ريسومبل بوكو داير بحال لو بريت بحال ديامون بريت ولكن هو عنده دي كوبيون سبيسيال يعني مختلفين على الديامون طاي ديجا هذيك راه صفراء شويه هذيك اللي وريتيني لي با بون شوف هذيك اللي قلت لك انا تري بلانش يعني بحال الدجاج اوكي هضرك انا على هذيك دونك خصك تفيزي على لا تكون حاجه تكون كبيره انت ليسونسييل عندك هو تمشي تربح فلوس وترجع ماشي ضروري تربح الماكسيموم كوم دون زان برومي با فهمتيني دونك هذيك تتبان ليا لانه دي كارا سي تين كروند بيغ راك حجره كبيره راه تخلي لك البركه ان شاء الله اي ابري الا لقيتي جوج بحال هذوك الا لقيتي كبر انا صيفط ليا نعم صافي دقيقه بركه وعيط لي واحد راه وي دوك نسمع فيك تي فا كوبي لا قلت لك واحد عيط لي بالتليفون نورمال راح البلوتوث باسكو راني داير كاسك بلوتوث داكو واش قلت لي صافي هادشي اللي بغيت نقول لك انا ولا فوتو اللي بعثتها لي هذيك واش لو نوار هذاك كاين الانتيريور سي كوا سا اللي بعثت لك انا وي هي فوتو قلت لي بالكاميرا مقربه لا هذيك سي نابورت كوا هذيك هي فوتو لقيتها عندي بغيت نوريك انا كيفاش تصور الحجر خصك تكون قريبه لعدسه الكاميرا باش تبان لي انا حجره كبيره جي كومبري فهمتيني لانه دابا بحال دوك التصاور صيفطتي لها كلهم حجر بعيد يعني ما نقدرش انا ناخذ فكره على الحجره انت يبانوا لك زعما دو فيزيو يبانوا لك بلي راه فري ديامون لا انا الا صورتي لها حجره مزيانه دونك 95% جو تو دي سي تان ديامون نو سي تين كاليتي بون نو جو بو تيستيمي لو بري نقول لك شري ولا ما تشريش اوكي ولكن التصوير خصو يكون مزيان تاع ال 1107 هذيك سي سي بون بيير شحال مثلا نقدر نسمي تما كيبيعوا تما ديك ها حجره فيها ديك ها سافاري اونتر 300 600 جوسكا 600 دولار لو كارا فهمتيني على حساب لا كاليتي دونك سواء 7000 دولار هكا فوالا 7000 دولار الا كاع خديتيها انت حاجه وحده انا ما نقدرش
نشوفها في لي فوتو هو لانتيريور دو لا بيغ. لا تي برون لا لوب تشوف الداخل ياك ما مشقوقه وشوف ياك ما فيها دي بوان نوار، خصها تكون صافيه ما يكون فيها حتى شي حاجه. الا كانت صافيه ما فيها لا دي بوان نوار لا مشقوقه لا والو، توكل على الله واستغفر الله عز وجل وخلصها اليوم ان شاء الله. وال حاجه خلاف لي فورماليتي، انت تعرف لي فورماليتي، جي اون ايدي ديجا، عندي فكره كيفاش يديروا، مي كوم جي جامي في، حاب تراش نسمع الراي تاعك في الكوتي هذا. شنو هو لي فورماليتي كيمبرلي على لي فورماليتي ديكسبور، باسكو نحوس نجيبها انا ريغلو اكسبور. بغيتي تجيبها ليغال؟ ليغال وي داكو، ولكن راه ليغال انت ما عمرك مشيتي سيراليون. سي رحت قبل ديجا. وما عمرك شريتي الجامو؟ جامي. ليغالمون راه خصك الا بغيتي تشريها ليغالمون خصك تكون عندك واحد لوتوريزاسيون، خصك تكون عندك واحد الرخصه ديال باش تتاجر في الالماس. انا اللي لازم تكون عندي ولا اللي اكسبورتي؟ لا انت، لا انت، انا اتروجي، انا جاي نشري ونخرج. انت جاي تشري خصك هذيك الرخصه ليسونس، ماشي كيقولها ليسونس. شحال لا ليسونس هذيا؟ كوميان ساكون؟ تجي ما ماشي بزاف، شي 5000 دولار تقريبا واقيلا. داكور، ما قالوهاش ليك، ما شلاه بيا هذوك، هذوك اكبر اخطاء، هذوك باغي يشد الفلوس من عندك يقدر هو يصيفط لك، يصيفط لك هذوك اللي غيشدوك ويحيدوها عليك. نو مي نحوس نستلمو، نحوس نشريها ريغلو، قال لي حنايا جي دوموندي ا دو بيرسون ديفيرون. انا شوف 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 انا راه ما ديغنيغ فيزيت على سيراليون، راه وصلنا البوليس ومشينا عند البوليس وجا البوليس لوطيل وقيامه وعرفنا القانون وعرفنا، وجا الشيف ديال البوليس تما، جا عندنا الشيف دو بريغاد ديال فريطان، كنعرفو انا عندي كارت فيزيت ديالو، جا عندنا وقعوا مشاكل فهمتيني، راه ما يقولوا لك والو هما. ولا وما يهضروش معاك، ولكن الا وقع شي مشكل يقول لك اندر ذا ريست ار سموجر اوف دايموند، يقول لك انت كتهرب من ثروه البلاد وكتهرب الالماس، كتبيع وتشري بلا رخصه، يلقى عندك لا لوب يحبسوك عليها قانونيا في القانون ديالهم، ما عندكش لا لوب تيستور، هذاك راك انت مخالف القانون، بحال عندك الدروغ. صح اه يدخل في يدير لك كلش باش ها شغل باش كيفاش تدخل يكلحوك وتجي مروحة. ايه خصك تسميتو تشوف داك الشيء. انا عندي واحد صديق ديالي تمايا كيعيش في لندن من فري تاون، مي سو فري كاتصلو بيه ديغنيغمون ما كيجاوبناش. واش خباوها؟ لا خليني نشوف الا كاين، الا تيها الا تيجاوب هذاك السيد راه يوقف معاك ويساعدك. انا عندي دو كونتاكت لي قال لك ما كاش مشكل، مي شوف انا الله يسر لك، انا المعلومات اللي عندي عطيتها لك اخويا. بارك الله فيك خويا باش خلاص نتوكل على ربي وخلاص نشوف هذه لا ليسونس هذيك. الله يسر سي بون خلاص بارك الله صافي. انا احتاجيتيني شي حاجه في الجامو عيط عليا، جيتو دون لي زانفورماسيون نيسيسير. ان شاء الله خويا حباش. انا بالنسبه لو كوتي ديال تكنيك، بالنسبه ليكسبيرتيز راه ما يشمتوكش، الا كنت معاك انا نعطيك لك ليكسبيرتيز ديالي، ما غايشمتوكش، ما تشمتش، كون على يقين. ما تفهم الا قلت لك حجره ما تشريهاش، ما تشريهاش. انا كوتي فورماليتي هذه اول مره يقولوها لي، انا جامي هضروا ديالي تاع انا ديامون، انا اللي على بالي بها اللي قالوها لي على ليسونس هذي، سي توا في سيراليون تولي تيكسبورتي الديامون يلزمك لا ليسونس هذي. نعم اون طونك اكسبورتاتور. نعم لا ليسونس اللي هضروا لي عليها ثما سير بلاس، يفو كو سوا اكسبورتاتور. نو بغيتي تدخل تما بغيتي تبيع وتشري في الالماس خصك لا ليسونس. فوالا، لا مثلا انا جو مانستالي ندير سوسيتي ثما اون سيراليون وندير نعود نحب نتاجر في الالماز، نشري لا ليسونس هذه، قالوا لي 13000 دولار. دولار
داكشي كيتبدل. انا قلت لك فاش هادي 2 زون لا 3 زون اللي كنت كنشد 5000 دولار كيعطيك واحد لا ليسونس. لا باش تبيع وتشري في الديامون تمايا باش تشري باش تمشي تشري خصك لا ليسونس. او لا كتشوف شي واحد عنده لا ليسونس هو اللي سميتو. اش قالوا لي؟ قالوا لي حاب تجي باسي بار ان اوتر بيرو اللي عنده لا ليسونس هو يتو في توت لي فورماليتي وبري يدير لك اللي كان دار لي سيرتيفيكيت يدير لك لي دوكيمون اكسبورت. الله يسر الله يسر. هذا واش قالوا لي؟ واخا الله يسر. المعلومة اللي عندي انا. الله يسخر. ان شاء الله فيها خير. ولا تحط مثلا نشريو لا ليسونس 5000 دولار نشريوها. Parce que le but c'est pas de faire only one operation. Le but c'est de travailler sur le long terme. Oui, c'est la chose. سي بون اوكي حتى تكون تما ان شاء الله بغيت تشري صيفط لي الحجر صور لي الحجر مزيان وانا نقول لك حجره اللي تلم مزيانين ونقول لك البري تفهمتي معاه وقضي الغرض ان شاء الله. يلا الله يسر. السلام عليكم. الله يعطيك الصحه. مرحبا. السلام عليكم. شكرا.